مرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. النهاردة هنعمل صدور فراخ شوية بطريقة سهلة جدا 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 ولها صوص جميل قوي قوي وسهل للغاية. هنقول لكم هنعمل ايه. نقول مقاديرنا الأول، معايا صدور فراخ وتوم وطماطم متقطعة رفيع صغير صغير، ومعايا ريحان وبقدونس، ومعايا ملح وفلفل أبيض. اوكي، وهنقدم معاها بطاطس بيوريه برضو، هنعرف هنعملها ازاي دلوقتي. الاول الصدور الفراخ احنا جايبينها كل صدر متقطع 2 كده اهو. هنجيب حاجه نتبل فيها الكلام ده. يعني ايه نتبل فيها الكلام ده؟ يعني هنحط شويه زيت وشويه ملح وفلفل ابيض كده اهو مثلا، وبعدين هنحط شويه ملح وشويه فلفل ابيض ونحط مثلا كده الفلفل الابيض. كويس قوي. جميل. وابتدي اتبل الفراخ وش وظهر. وفي هذه الاثناء عشان الحق نفسي واخلي الدنيا مظبوطه وظريفه، اسخن الشوايه بتاعتي شويتين حلوين، ونحط اهو فراخنا اهي. وكمان انا هحط لكم ده هنا كده عشان اقول لكم ازاي بنقطع الفراخ. كويس كده؟ كويس كده. طيب نعمل كده، وبعدين نقول لكم ازاي هنقطع صدر الفرخه على 2. هناخد صدر الفرخه من الناحيه دي، مش من الناحيه المستقيمه، من الناحيه الثانيه كده اهو. وهاجي كده احط ايدي كويس و اقسم الصدر 2. اوكي كده بس. اتبل بقى كل ده، بيتبل بالملح والفلفل الابيض والزيت. ممكن يقعد كده شويه، ممكن يقعد كده شويه، 2 3 4 10 ساعه، ولا تفرق ولا يضايقني. اوكي كويس. اغسل ده بقى. ويلا نشوي الفراخ. والفراخ بتتشوي هنبتدي نعمل الصلصه. بس احط الفراخ على النار، ابتدي اعمل الصوص بتاعي كده واحده واحده كده. اوكي خلاص متشكرين. هنا بقى الصوص بتاعي، اعمل عليه النار كويس، واحط له شويه زيت عادي، مش عايز زيت زيتون، انا عايز زيت عادي خالص مش كتير قوي، يعني معلقتين كبار، معلقتين سكر، يعني معلقتين شوربه. اوكي، واحط ثوم يعني مثلا هقول معلقتين صغيرين، يعني معلقتين شاي توم مفري ناعم كده لطيف صغير. اوكي نجيب حاجه هنا نقلب بيها، وبعدين معايا الطماطم بتاعتي على طول قبل ما التوم يصفر كده اهو، لما تشوفوه كده يبقلل كده وبتاع يفور، اقوم نازل عليه بالطماطم بس كده. أسيب الكلام ده بقى مع بعضه يدبل ويتسوى
شويتين ثلاثة كده، وبعدين أحط له الريحان في الآخر خالص، أحط له شوية بقدونس. تمام؟ أوكي، خليك أنت عيش مع بعضك، ودي نشيلها كده أهو. كويس أوي. طيب هنا عندي مية بتغلي، نفتح الحلة. الحلل دي بقى كاست ايرن. يعني ايه كاست ايرن؟ يعني حلل زهر واخده انامل، فبتحمل حراره قوي قوي قوي، وبتحتفظ بالحراره قوي قوي قوي، فبتكون النتيجه ان انا اخد سوى جميل وسريع. البطاطس هنا مش هتستحمل اكتر معايا من 8 دقايق. لو حطيتها اكتر من كده هيحصل ايه، ولو اقل من كده هيحصل ايه؟ لما تكون البطاطس بحالها تاخد ربع ساعه ثلث ساعه عشان تبقى مستويه من جوه. انا بقطعها كده علشان تاخد وقت اقل، وحوالي 8 دقايق تبقى مستويه، لكن من جوه مش ناعمه قوي، يعني ما تهرتش من بره ومن جوه مش ناعمه قوي. فلما اضربها بسرعه 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 هتعمل لي عرق لطيف جدا، ويبقى شكلها حلو خالص. لا هعمل كده شويه. اوكي، وانت استني شويه. حطيناش ملح، حطيناش ملح. البطاطس عايزه شويه ملح حلوين. ونغطي عليها بقى وننسى الحدوته دي، ونشوف هنا الدنيا عامله ايه. لسه ما دبلتش. حته حلوه قوي، طماطم جميله جدا، بس لسه ما دبلتش. استنى عليها لما تدبل. ليه هستنى عليها لما تدبل؟ عشان انا بعد كده هحط فيها الفراخ. لو ما دبلتش كفايه لما احط الفراخ محتاج استنى عليها لما تدبل. الفراخ سواها هيزيد، ولو سوى الفراخ زاد مش هيبقى سواها مظبوط، وهتفل شويه تبقى كده فيها زي الفتل كده، مش احلى حاجه في الاكل. اوكي، صدر الفراخ اللي بيتقسم على اثنين تقدروا تحطوه على النار 3 دقايق على كل جنب، توصلوا لسوء مظبوط. لو مش معمول على اثنين هياخد منكم 4 دقايق، 4 دقايق ونص، 4 دقايق وربع على كل جنب حسب حجم الصدر، علشان يوصل لدرجه حراره 65 من جوه، اللي هو يبقى ميديوم ويل، مش ويل دان. ويل دان هيبتدي من بره، يبقى وانتم بتقطعوه كده تحس انه في فتل كده، في متفله كده، فيه تفل، مش احلى حاجه. أنا معاكي شويتين ثلاثة كمان. طاسات التيفال لما تيجوا تستعملوها، سواء التيفال محطوطة على أمونيوم أو محطوطة على حديد، ما دام واخد طبقة تيفلون، يبقى لما تيجوا تستعملوها أول مرة تدهنوها شوية زيت وتسخنوها على النار، وبعدين تمسحوا الزيت كويس قوي، وبعدين تسيبوها تهدى، وبعدين تبتدوا تستعملوها عادي جدا، مفيش اي مشاكل. طيب عقبال ما الدنيا بتاعتي دي تبتدي تقول، اشيل انا الكلام ده كده خليه جنبي، وابتدي انا ايه اظبط الحاجات اللي هتتحط مع الفراخ. ايه بقى؟ الريحان والبقدونس، هفرمهم، وبعد الفاصل هنشوف الصلصه عملت ازاي. حطينا عليها الكلام ده مفروم مفروم، وبعدين نبتدي نحط فيها الفراخ اللي شوي تبقى زي الفل، بس ملح وفلفل وزيت. تمام، نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف الفراخ بتاعتنا عملت ايه، اتحطت مع الصوص ازاي، ونقدمها. ابقوا معنا بعد الفاصل.
هنحط بقى دلوقتي الريحان مع البقدونس. يلا ها على ال، ودي الفراخ بقى استوت خلاص طلعناها. نحط بقى ايه الريحان والبقدونس هنا كده علشان نلفهم لفتين ثلاثه، ونحط على طول معاهم الفراخ تاخد لفه كده وتاخد من الطعم الحلو ده، وبعدين نغرفها. اوكي كده اهو خلاص. يلا حلو قوي. انا هديها سنه ميه صغيره يعني نص فنجان قهوه يعني 15 ل 20 مللي. والصبر جميل، اصبر عليها سنه. خلاص بقى اشيل الحدوته دي بقى كده، خلي ده معايا، شيل ده. طيب اكشف بقى انا على ايه، وطي النار عليكي. اوكي ونكشف على، يا سلام. اوكي تعالوا نشوف عمل ايه، حصل له ايه. رفيع اشوف. بصوا بقى. اوكي كده صح، كده صح. اللي هو سخن قوي قوي ده هنشيله، وهناخد الحدوته دي ونصفي ميتها. كده ايه صفينا البطاطس، نحطها في البوله وهي سخنه 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 سخنه. هبتدي احط عليها الزبده، فعلى طول الزبده هتاخد من السخونه دي وتسيح. كلام جميل جدا. واحط لها فلفل احمر بيل بيبر متقطع رفيع كده اهو، وشويه ملح حلوين، وشويه فلفل صغيرين صغيرين قوي. اوكي بس كده. اضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه، والفراخ بتاعتي مش هنساها، هاجي هنا واقوم مرجع الفراخ او حاطط الفراخ على الصلصه كده اهو، كده اهو. بعد ما استريحت حط على الصلصه، بس تاخد من ريحتها طعمها وخلاص تتغرف على طول. يعني هتقعد كده اهو في الحدوته دي لغايه ما اعمل البطاطس، مش اكتر من كده. كده اهو اللي هو تاخد ايه من كل حتة كده عليها. اوكي بس تعيش مع الحدوتة قبل ما نخلص البطاطس زي ما انت عايزين. مضرب سريع وناخد البطاطس كده ونهريها مع الحدوتة دي. طبعا انتوا ممكن تعملوها في الكبه، يعني اذا كنتوا ما عندكوش الهاند بلندر ده او اللي انا بعمل بيه ده مضرب اليدوي، تقدروا تعملوها في الكبه. ونحط معاها بقى ايه اللبن. شايفين بقى هي تقلت كده، اقوم حاطط اللبن بقى. خلاص انت كفايه عليكي كده، نغرفها بقى، شيل ده ونغرف
الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين هاخد ده بقى بمثلا ايه بمغرفه مثلا واحطه عليها كده اهو. وعلى الجنب كمان كده اهو. اوكي. أوكي. كده الفراخ خلاص؟ اه الفراخ خلاص. خلص حاجتنا بقى. خلاص؟ العرق بقى اللطيف ده بيبقى حلو قوي في الاكل. يلا نغرف بقى الكلام ده. عودنا لازم الطبق بتاعي يبقى ما فيهوش حاجات عالقة واقدر اقدمه بشكل كويس كده اهو. هتتاكل بقى الفراخ دي بالصوص بتاعها مع البطاطس الجميلة جدا دي، تعجبكم قوي قوي قوي. الجديد فيها ان احنا حطينا لها الفلفل الاحمر. طبعا انتوا ممكن تعملوها بفلفل اخضر هيتغير اللون، ممكن تعملوا شويه كده وشويه كده وتقدموا الاثنين جنب بعض، بس الحقيقه هي بالفلفل الاحمر احلى، والفلفل الاحمر فوائده اعلى بكتير في الاكسده، في منع الاكسده وفي المينرالز اللي فيه وفيتامين سي، يعني افضل كتير الفلفل الاحمر عن الفلفل الاخضر. اقول لكم بالهنا والشفاء، واقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا. We'll be right back.